الأباء أقول لأبوك الله الله يا سيدي الله الله يا سيدي وسلام عليك يا سيدي إيش هذا الصوت يا سيدي شكلك مبسوط وسيدي مبسوط ما تبصر على شعب قليل حياة ما هو يا سيدي عيني ما قد فعلوا كيف ما قد فعلوا تجشمنا الصعاب يهناكم يهناكم الصعاب يا سيدي وعيني وقدمنا التنازلات على من يتوقف القصف عليهم وبدل ما يحمدوا الله على إنجازنا وتضحيتنا جاءوا يحاسبونا للمت تعينوا فلا وللمت تصرفوا لعله يأه وهم عليهم هم حقبتهم اللي راه سيدي وسيدك هو أخبر قلت لك قليلين حياة ما يجوا إلا بالدسم طعمناهم العز والكرام والشموخ وأثبتنا أن احنا أحق بالحكم وأحق بكل شيء ويجي ذا حين كم من قذقوا يحاسبنا بعد هذا كله والله أنهم ما لهم حق بس تعرف يا سيدي وعيني هذول هم خبرة الزعيم يشيلهم دعس وأتصبر الأمور ليحين عن صبر عليهم هؤلاء ويحين عيجي يوم نسير ننتف أبو الذي المحرقون نسوم قريب قريب يا سيدي وعيني والله إنه قريب بس لما تجي الأوامر من هناك بتخالمون إن شاء الله سواء نين من عند السيد لا لا من فوق يعني فوق ما عاد فوق السيد فوق من فوق من عند الولي الفقيه قم القطبوري ما عليك من هذا الخبر وانا شتصل السيد يبصر لنا تشكاي رد مريم ونبصر شغلنا والله ان مريم عاد تقي لكم كلكم مريم بتقي لكم كلكم قم ما عليك من هذا الخبر قم الو السلام عليكم مكنون احنا اللعنة على اليهود اللعنة على اليهود بس تعالوا نشوف ايش من يهود وفين هي اليهودة هل هم قصدهم اليهود طبعا لا اليهود اللي باسرائيل طبعا لا طيب اليهود اللي بفلسطين طبعا لا طيب من هو اليهودي اللي جالس الحوثي بيلعنه ليل ونهار اليهودة عندهم هي موقف عام من كل من يعارضهم أو يخالفهم حاجة زي التكفيريين زي الدواعش كذا طاقية وقبع من قال من عمايلهم لا قالوا له البس وروح أوقف نصع هدف كذا يعني أنت وأنت وأنت ويا كل من يقول للحوثي لا تصدقوش البهررة والهضرباء هم تيوز بس إلا على أبناء شعبهم ولما يحمي الدافور ما تسمع شلال والولاء يرقعوا دقاق زي المعازي يا فعلته يا غارته حسبنا الله ونعم الوكيل طيب اسألوهم عن البيوت اللي فجروها بالديناميت أكيد ما كانت مفاعل ديمونة الإسرائيلي هي بيوت يمنيين مش راضي بمشروع السيد وعكفته المسلحة والمساجد اللي يفجروها أكيد ما هيش أوقاف الكنيسة الإسرائيلي هي دور عبادة يصلي فيه باليمنيين المسلمين لكنهم مش مع تحويل البلاد زريبة للسلالات والعوائل الجيش اللي نهبوا معداته وقتلوا جنوده وأكلوا حقوقهم ودمروا مؤسساته مش هو نفسه اللي كنت تقولوا عليه جيش أمريكا جيش أمريكا الكافرة واليهود من على ما طلعتوا من الكهوف حق صعبة ألم يفشلوا لقد قتل الكثير هل تعلمين أنه قتل أكثر من 60,000 جنود واليوم لما قضوا على الحديدة وبعتوا السامان حقه وكل شيء وأسلحته دحين قضوا لا أنتي من لقان الشعبية وبقدرة قادر هذا الجيش القديم اللي كان كافر ومع اليهود ده الحين اللي قضوا جيش إلهي معانا لأنه بيد السيد مكنوهم اللعنة على اليهود وهم اللي لطشوا المشتقات وعوموها للجيوب الواسعة
اللعنة على اليهود وهم شفطوا كل فلوس مؤسسة الكهرباء وحولوها لشهدائهم. اللعنة على اليهود والحوثة هم اللي سرقوا الاحتياطي حق البنك. مجهود حربي، وأول أمس اللي كانوا صايحوا يقولوا ما فيش دولار دحين ما عاد فيش ريال. ميزانية اليمن قضي صفر، وإسرائيل زعم محافظة ذمار ومعه 70 مليار دولار. اللعنة على اليهود والحوثة هم اللي منعوا صلاة التراويح على الناس ورجعوا المساجد لله لوكندات للقاة والبردقان. وإسرائيل حتى مسجد الأقصى فتحوه في صلاة التراويح. يهود اللعنة على اليهود والحوثة هم اللي خلوا اليمن كل طافي وإسرائيل مولعة عاد لها بتجيب للطرف للأردن الفائض حقه. اللعنة على اليهود والحوثة هم اللي قفلوا الجامعات وسجنوا طلابها وفصلوا حقهم المدرسين وخلوا الجامعات إلا مخازن للمعدات والأسلحة وعرضوها للقصف والتدمير. وإسرائيل جامعتها تترتب من أفضل أول 20 جامعة في العالم. إسرائيل اللعنة على اليهود والحوثة هم اللي نهبوا أراضي الدولة عشان يبنوا عليها مستوطنات لبني بمبات حول صنعاء. مثل الإسرائيليين كل يوم ينهبوا أرض على الفلسطينيين وهات يا مستوطنات. والله ما بالله إلا نقول لأخواننا الفلسطينيين تعالوا 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 شلوا اليهودي ده وقوبوا نحن اليهود حقكم ومستعدين نعمل لكم نقل قدم بالسعر اللي انتوا تشتنوا اللي بنفسكم. ذا الحين منو اللي يستحق اللعنة؟ اللعنة على قلة الخير حقهم، أما يهودتهم الصدق ما هيش مع أحد. الشتيمة لإسرائيل وأمريكا والشغيف والنظيف للشعب الغلبان. حتى لو إسرائيل لو فكرت تحتل أي دولة ما بتقدر تفعل زي محور المقاومة الإيرانية اللي سووه في اليمن وسوريا والعراق وكله باسم الحرب على إسرائيل وأمريكا. يشقفك لما يطاير بدمك ودم بيتك ودم الحافة ويشقف لك العماير حق الناس ويسب اللي بالشارع الثاني. هذولا يا مجانين يا أن اليهودة الأصلية الأورجينال موجودة بدمهم. لا وإيش لا وإيش البهررة عندنا حنا والبسبسة عند السفير الأمريكي تلاقيهم زي البساس مياو مياو مياو. وآخر شيء في الكويت يعزوهم بجريمة النادي الليلي ويقول له لا تكون زعلان من حنا ومن حقنا الشعار. حقنا الشعار كله كذب بكذب وكلام بكلام. ولا وقت الصدق شوف حقكم السفارة الأمريكية موجودة بصنعاء بنحميها لكم وحولها حراسة كلاب بوليسية ولجان شعبية. هيا شفت كيف؟ هيا مش كل من يعادي مشروعكم كمتمردين ترجعوا تبقبقوا فوقه. اللعنة على اليهود قد احنا عارفين يهودتكم ماذا الحين قيل بعد قيل. يعني لا تبهرنوا فوق القاضي العمراني ولا تتعبوا نفوسكم بإحراق مكتبته. قبحكم مرصود ومش كل مرة بتصمصوا تاريخ هذا الشعب ولا تاريخ جرائمكم فيه. وفي الأخير ما يصح إلا الصحيح فأعطكم القدر. هيا أش ولا نخ.